لعبة بوكيمون جو إنها تحقق نجاح خرافي خلال الأيام الماضية بعد إتاحة تحميلها في أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، واللي هي الدول الثلاثة اللي ممكن تحميل اللعبة فيها. أسهم شركة نينتندو اللي عملت لعبة بوكيمون جو ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بنسبة 25% تقريبا، واللي هو أعلى ارتفاع يومي في تاريخ الشركة من سنة 1983، واللي بدوره أضاف 7.5 مليار دولار لقيمة الشركة السوقية. في هذا الفيديو رح نشرح طريقة تحميل لعبة بوكيمون جو على هواتف آيفون في الدول اللي لسه ما أتيح فيها تحميل اللعبة. في البداية رح تحتاج لتسجيل الخروج من حسابك على أبل ستور. ادخل على الإعدادات واضغط على App Store and iTunes Store في أسفل القائمة. اضغط على إيميلك اللي مسجل في متجر أبل واختار الخروج منه. بعد هيك ادخل على الإعدادات كمان مرة عشان لازم تغير الدولة اللي متواجد فيها. اضغط على عام أو جنرال من قائمة الإعدادات الرئيسية، وبعدين اختار اللغة والمنطقة أو Language and Region، ومن خيار المنطقة غير الدولة للولايات المتحدة واضغط على متابعة أو Continue. بعد ما يتم تغيير المنطقة في الهاتف روح على تطبيق App Store ودور على لعبة بوكيمون جو. في البداية اللعبة ما رح تطلع في نتائج البحث، حاول تحميل أي تطبيق ثاني ورح يطلب منك إما استخدام حساب أبل حالي أو إنشاء حساب جديد. اختار إنشاء حساب جديد أو Create New Apple ID. لما تبدأ بإنشاء الحساب الجديد تأكد من اختيار الولايات المتحدة في الخطوة الأولى وتابع بإدخال بياناتك الشخصية في باقي الخطوات. بس لما بيطلب منك إدخال البيلينج أدرس لازم يكون العنوان في الولايات المتحدة. بعد إنشاء الحساب ارجع على تطبيق App Store ودور على لعبة بوكيمون جو كمان مرة. هاي المرة رح تظهر لك اللعبة، اضغط على زر Get عشان تبدأ بتحميلها. وإذا طلب منك حساب أبل دخل بيانات الحساب اللي أنشأته هلأ واللي عنوانه في الولايات المتحدة، ورح تشوف إنه التحميل رح يبدأ. بمجرد ما تفتح اللعبة رح تطلب منك إنك تسمح لها بالوصول لموقعك أثناء استخدامها. اسمح لها بالضغط على Allow، دخل تاريخ ميلادك واضغط على Submit. بعد هيك رح تطلب اللعبة منك تسجيل الدخول في حسابك على جوجل. دخل عنوان بريدك الإلكتروني على جوجل وكلمة السر، ورح تطلب منك اللعبة إنك تسمح لها كمان بالاطلاع على ملفك العام على جوجل ومعرفة بريدك الإلكتروني. اضغط على Allow للمتابعة. رح تطلب اللعبة منك كمان إنك تسمح لها بإرسال الإشعارات الخاصة فيها على الهاتف. تقدر تختار أوكي للموافقة أو Don't Allow إذا مش حابب يوصلك أي إشعارات منها. بعد الموافقة على شروط الاستخدام رح تظهر لك مقدمة قصيرة عن اللعبة، ورح ينطلب منك اختيار الشخصية اللي رح تمثلك في اللعبة، وبتقدر تختار شكلها حسب ما بتحب. بمجرد ما تخلص رح تقدر تبدأ بصيد شخصيات البوكيمون اللي رح تظهر حواليك على الخريطة. اضغط على البوكيمون، شغل الكاميرا وارمي الكرة عليه لغاية ما تصيده.